وأخيرا في عربي بوست، 250,000 فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى، تدفقوا نحو المسجد منذ الفجر رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي عليهم. أقام نحو 250,000 شخص الجمعة 14 من إبريل نيسان لعام 2023 صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس الشرقية وسط قيود أمنية إسرائيلية مشددة. فيما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان مقتضب إن 250,000 فلسطيني أدوا الصلاة وسط انتشار واسع لعناصر الشرطة الإسرائيلية في أنحاء مدينة القدس الشرقية المحتلة، وخاصة في محيط البلدة القديمة وأزقتها وقرب باب وأبواب المسجد الأقصى. وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عددا من الشوارع في محيط البلدة القديمة مع تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها. وكان تدفق المصلين إلى المسجد قد بدأ منذ قبل صلاة الفجر واستمر حتى صلاة الجمعة، فيما يتوقع بقاء عشرات الآلاف من المصلين لصلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك. واعتكف الآلاف من الفلسطينيين في الأقصى مساء الخميس بعد أداء صلاتي العشاء والتراويح. وقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن أكثر من 72,000 من سكان الضفة الغربية مروا عبر الحواجز الإسرائيلية في محيط القدس اليوم لأداء صلاة الجمعة. وسبق للجيش أن أعلن مطلع شهر رمضان منع دخول الفلسطينيين وفلسطيني الضفة الذكور دون سن 55 عاما من دخول المسجد الأقصى المبارك، واشترط استصدار تصاريح خاصة لمن هم بين 45 و55 عاما مع النساء للدخول المسجد، فيما منع جميع سكان قطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه. وإياكم إلى الكاريكاتير، نتابع. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من صحافة حول العالم، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة في أمان الله.